وسط لمة الأهل والأصحاب والجيران في مدينة السلط الأردنية، اجتمع عشرات المواطنين على مائدة إفطار واحدة تعددت اختلفت فيها أطباق الطعام في محاولة منهم لإحياء أجمل عادات هذا الشهر، من تذكر الجار للجار، المشاركة في إطعام الصائم من أهل الحي الذي جمع كل من فيه من مسلمين ومسيحيين. ما تحمله هذه الأطباق من محبة قد يتجاوز بلذته مذاق ما فيها من طعام. هنا لا يتبادلون الأطباق، بل يجتمعون على مائدة رمضانية واحدة يتشاركون إفطارهم. الجار البعيد قبل القريب، كل يبحث عن أجل إفطار غيره، منتظراً غروب شمس يوم لا يشبه غيره من أيام رمضان. كل حدا عنده أكل يفطر، بدل ما يأكل لحاله أو يأكل هو العيلة، يجي يقدم أكله ويحطه موجود هون لكل حدا. يعني مائدة تشاركية، تعالوا جيبوا هون والأكلات اللي بدكم إياها يمكن تكون موجودة. ومع تنوع الأطباق بات من الصعب معرفة أصحابها. سفرة إفطار كبيرة يحاول من عليها تذوق كل ما فيها، فوراء كل لقمة هنا شخص أعدها بحب. أما الدعوة فكانت للجميع من أهل الحي، من مسلمين ومسيحيين، حيث تبادلوا الحب بالحب. إحنا عم ناخد سفرة رمضان وأمامنا كنيسة الخضر عليه السلام. بتشرف إني أكون بسفرة رمضان، وليست أول سفرة بكون عليها، لأن أنا بنت البلد وبعتبر إنه هذا شيء مشترك. هاي اللمات الحلوة بتقربنا من بعض، مشاعرنا بتقترب من بعض، بتصير الناس تحب بعض أكثر. الترابط هي زي ما تفضلتي مش الأكل المراد فيه، هي المحبة، هي التآلف، هي العشرة، هي نرجع زي زمان. الجلسة مستمرة، والحديث كان عن إفطار آخر كهذا فيه الجيران كالأهل لا يحبون تلك الأبواب المغلقة ساعة الإفطار. من مدينة السلط غرب العاصمة عمان، سهى جميل، العربية.